إذن تحصي الجزائر 1.9 مليون رأس بقر فقط، رقم يعيد جدا حسب الخبراء، يعادل يحقق الاكتفاء الذاتي في شعبة اللحوم والحليب. المزيد في سياق تقرير محمد سعدوي. 1.9 مليون رأس بقر، هذا ما تحصيه الجزائر حسب أرقام رسمية لوزارة الفلاحة، رقم لا يزال بعيدا عن تحقيق اكتفاء ذاتي في بلد من المفروض أن يكون فلاحيا، وهو كذلك رقم انخفض بدل أن يرتفع. قبل 2014 وصلنا حتى الاكتفاء الذاتي، لكن الخلل وين وقعنا؟ وقعنا في سنة 2014 في الحمى القلاعية، هذه أثرت على منتوج الأبقار تأثير كبير، لازمنا سنوات عديدة باش نلحق إلى ما وصلنا إليه في سنة 2014. لازم يعود عندنا 6 ملايين راس أو 7 ملايين باش نلحق الاكتفاء الذاتي. رغم كل ما قيل، لا تزال الحلول الفعلية لجبر العجز الحاصل في مجال البقر الموجه للذبح أو الحلوب غائبة، وتدفع الجزائر على إثره أموالا طائلة جراء الاستيراد. ما تقدرش يعني باش يعني تمشي يعني رؤوس المشي تاعك يعني كما يدير يعني فلاح اللي عنده بقرة أو اثنين، المفروض تكون فيها سياسة يعني تكون يعني بازي سير دي تكنيك، تكون لازيلغاريزاسيون دي تكنيك دي لوفاج دي زوفا، لأن حتى يعني في الجهات يعني قليلة يعني هنا في الجزائر يعني جهات قليلة اللي تقوم بتربية الأبقار، ماهيش يعني الجهات كامل يعني كالمواشي مثلا. استراتيجية محكمة يجب أن تحاكى من قبل الحكومة قبل أن تطبقها بمعية مربي المواشي والفلاحين لبلوغ عدد مناسب من رؤوس البقر ولتجاوز مرحلة عجز دامت لسنين.